أصدقائي المشاهدين مساء الخير. في هذه الحلقة سنتعرف على جابرييل غارسيا ماركيز، أحد رواد الأدب العالمي، من خلال كتابه عشت لأروي. في هذا الكتاب عشت لأروي يحكي لنا جابرييل غارسيا ماركيز بعضا من حياته، وسنصدم حقيقة وسيصدم القارئ من قرأ كتب جابرييل غارسيا ماركيز ورواياته وأعماله، سيصدم بأن أغلب الأحداث التي يحكي عنها هي مأخوذة من حياته ومن واقع مجتمعه ومن أنماط شخصية عايشها ومن سلوكات ووقائع أثرت وصنعت خياله وصنعت كذلك شخصيته وصنعت موقفه من الحياة. هذا الكاتب لا يكتب خيالا بقدر ما يكتب وقائع، ويحكي عن مأساة عايشها في طفولة صعبة وممزقة. تجربته تجربة فريدة في الحياة أولا، وفي مساره وفي تاريخه الشخصي بدءا من هذه التمزقات والتحولات. عاش جابرييل غارسيا ماركيز طفولته الأولى في بيت جديه، البيت الكبير للكولونيل، انتبهوا، الكولونيل في قرية صغيرة في منطقة الكاريبي. وهذا الكولونيل اكتسب هذا اللقب ليس كرتبة عسكرية في جيش نظامي، ولكن في جيش المقاومة أو في جيش شعبي تم تقليده الكثير من الأوسمة، و يعني شارك في حرب ما يسمى بالألف يوم، وفي النهاية سيهاجر من منطقة إلى أخرى، وستنتهي به يعني ظروف الحياة في قرية صغيرة، وسيعيش جابيتو الصغير مع جديه في بيت كبير رغم فقر الجد الكولونيل، لأنه سيظل ينتظر تقاعدا. وافقت الحكومة على يعني إعطائه للمقاومين أو العسكريين القدماء، إلا أنه لم يأتي أبدا ولن يأتي أبدا. وهنا سيستنبط أو سيأخذ فكرة الانتظارية التي سادت في معظم أعماله، ولكن على الخصوص في قصته أو روايته الصغيرة ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، إذن هو يكتب عن جده. كذلك سنجد الجد في 100 عام من العزلة. حقيقة هذا البيت الذي عاش فيه سيلعب يعني دور حاسم في تكوينه الشخصي وفي تكوينه الأدبي. في هذا البيت كان هنالك دائما زوار، إذ أن الجدة كانت دائما تطبخ الكثير من الأكل، لأنها لا تعلم أي أحد سيأتي به القطار إلى البلدة. وبالتالي كان هذا البيت المالي يتري الكاتب بالقصص وبالعلاقات الإنسانية. هناك عامل آخر، إذ أن أول كتاب تعامل معه هو أطلس للمنجد أو ديكسيونير، سيمكنه من قراءة مفردات اللغة الإسبانية منذ البداية، كما أنه كذلك سيعثر بالصدفة على كتاب ممزق مليء بالحكايات السحرية. إنه كتاب ألف ليلة وليلة، ولن يعرف الكاتب أنه كان يقرأ ألف ليلة وليلة، هذا الكتاب الذي سحره وأعجبه كثيرا، لن يعرف ذلك إلا فيما بعد حينما سيتعرف على الأدب العالمي. إذن في بيت جديه كان يقرأ بعض الكتب، وكانت العلاقات الإنسانية في هذا البيت الكبير هي التي سيكتب عنها في كتابه 100 عام من العزلة. إذ أن بعض الشخصيات مثل العمة، مثل جدته، مثل والدته، كلها ستصبح شخصيات وأنماط شخصية سيحولها إلى أعمال روائية، وستصبح جزءا من شخصيات روايته، ولكن طبعا بأسماء
أخرى وألقاب أخرى مختلفة. كذلك سيكتب عن أزمة الموز، عن يعني قتل واستبداد الجيوش والحكومات العسكرية بالإنسان، سيكتب عن التمزقات التي عرفها هذا البلد كولومبيا من خلال جابريل غارسيا ماركيز. سنتعرف على تاريخها، هذا التاريخ الممتد منذ استقلالها عن إسبانيا في أواخر القرن التاسع عشر إلى حدود يعني الستينيات من القرن الماضي، التحولات التي تمت في هذا البلد، الصراع بين المحافظين والليبراليين، المجازر، الحروب، الكثير من الأحداث التي عايشها ورآها بأم عيني، سيكتب عنها سواء في الصحافة لما كان صحفيا في جزء يعني حاسم من حياته، وكذلك ككاتب. في عشت لأروي أهم شيء، هذا الكتاب رائع جدا، لا أنصح به يعني من لا يعرف غارسيا ماركيز، يجب أولا أن يقرأ أعماله الأخرى، يعني هذا الكتاب يجب أن ينبغي له أن يكون تتويجا ل يعني لأعمال جابريل غارسيا ماركيز، لأنه له متن كبير من الأعمال وبعضها اقتبس منه أفلام سينمائية إلى آخره. أعماله جد يعني غنية، سواء على المستوى اللغة، على المستوى الخيال، على المستوى ما يسمى بالواقعية السحرية. طبعا الواقعية السحرية تبدأ من كافكا في تحول والمسخ، ولكن مع جابريل غارسيا ماركيز ستأخذ منحا آخر، سأخذ منحا أكثر تشابكا وأكثر تراءا وأكثر تعقيدا، ولكن مع ذلك أكثر تشويقا وأقرب إلى الجانب النفسي والإنساني. تصور لنا هذا الواقع المريض الذي يشبه واقع الكثير من الدول العربية والإسلامية، والذي حقيقة كتابنا ونحن حقيقة نفشل عادة في رسمه وفي الحكي عنه مثل ما حكى عنه جابريل غارسيا ماركيز. جابيتو بعد سنوات من النشأة في بيت جدي سيعود إلى الأسرة، أسرته بعثته إلى جديه لأنها كانت أسرة كبيرة العدد، أنجب والديه يعني 5 فتيات و6 أبناء ذكور، يعني مجموع الأبناء في الأسرة 11 ولدا. هذه يعني الظروف ستكون حاسمة في حياته، إذ أنه بعد أن عاش فترة مع جدي سيلتحق ببيت أسرته، بالكاد يعرف أمه ووالده، سيرحل الأب عن الأسرة، سيسافر يعني هربا من كثرة الأبناء ومن مسؤوليتهم ومن الفقر الذي يهدده، وسيترك المسؤولية على جابيتو الذي يكاد يبلغ 10 سنوات وأمه المسكينة، وستظل تبادله الرسائل عبر التلغراف وكذلك أحيانا عبر الهاتف، وستقول له كيف تركتني مع هذه الكتيبة من الأولاد، ليس لدي ما أطعمهم به. سيحكي عن ظروف صعبة في الحقيقة، كيف أن والدته لأسبوع كانت تطبخ يعني عظام خنزير لمدة أسبوع لكي تخلص منها المرق لتطعم أبنائها، ولكن رغم ذلك، رغم الفقر، رغم يعني سنوات يعني صعبة، إلا أن حياته كانت مليئة بالأحداث الثقافية. سيحكي لنا في عز الفقر هذا كان يذهب إلى الدكاكين والمقاهي في بلدته لكي يسمع للموسيقى، ويقول بأنه كان يكفي أن يسمع للمقطع الموسيقي مرتين لكي يحفظه عن ظهر قلب، ويعود إلى بيت الأسرة لكي يحفظهم هذه يعني الأغاني، ولكي يصنع البهجة مع إخوته، وكان يحس بالمسؤولية، وكان نجيبا في مدرسته لأنه كان يقرأ كل الكتب الموجودة في المدرسة. طبعا لم يكن مجدا بالمعنى الأكاديمي، لم يكن ينجز يعني الدروس، ولم يكن يعني من نوع تلاميذ المجدين، بل إنه كان مشاغبا، وفي الكثير من الأحيان كانت يعني كان شغبه وعدم مسؤوليته ولا مبالاته يكاد يجر عليه الطرد من المدرسة، سواء في العاصمة بوغوطا لما كان يتابع الدراسة الثانوية أو في الدراسة الابتدائية.
ستنتقل الأسرة بعد عودة الوالد إلى منطقة أخرى، بلدة صغيرة، وسيفتح والده صيدلية، جابيتو سيلتحق بمدرسة يعني إعدادية وسيدرس وسيحصل سيحصل على نتائج جيدة، وسيبدأ سيبدي اهتماما كبيرا بالكتب، بكتب الأدب العالمي، دون كيشوت والأوديسا والكتب الشعرية وكتب بورخيس وكتب الأدب يعني الأمريكي اللاتيني إلى آخره. هنا ستبدأ يعني سيبدأ تكوينه من خلال القراءة، ومن خلال القراءة كعصامي عارف كيف يسلك طريقا مختلفا عن يعني الطرق التي كان يسلكها الأولاد في مجتمعه. رغم ذلك عاش مراهقة يعني جميلة وممتعة. إذن حينما يعود من المدرسة يقضي 3 أشهر من الصيف في الغناء، كان عضوا في موسيقى في فرقة موسيقية هو وأخوه، وكان يعني قد تعاطى كل الأصناف اللعب والمتعة المتاحة له من سجائر ومن خمور ومن جنس، وكل شيء يفعله أقرانه قام به وأكثر، وكاد أن يقبض عليه في الكثير من المرات في مغامراته التي لا تنتهي. سيعيش كذلك فترة حاسمة لما التحق ببوغوطا لدراسة الثانوية في داخلية، وسيتعرف على سياسة بلده، وسيبدأ بالاحتكاك بعالم الصحافة، وأول عمل له هو قصة. طبعا قبل ذلك كان يكتب الأشعار، وكان يكتب يعني كان معروف بكتابة الخطابات، سواء بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كتب خطابا، يعني كان مراهقا وكتب خطابا بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأورد فيها مجازا حول الرئيس الأمريكي، قال فيه بأن يجب أن نكرم هذا الرئيس الذي يعرف كيف ينتصر في الحروب حتى بعد موته. يعني وهذه العبارة التي كتبها سيتفاجأ بأنها قد استعملت من طرف الآخرين ومن طرف الشخصيات السياسية. وبعد ذلك سيكتب أول قصة، من فقره سيرى أن قصته قد كتبت، يعني قد نشرت في ملحق، الملحق الذي أرسل له القصة سيرى أنها نشرت، ولكن لم يكن لديه يعني سنتيم أو فلس لشراء هذه القصة، وسيظل يبحث ولن ينجح في أن يجد أحدا يستدين منه ثمن الجريدة البسيط لكي يقرأها. ظل فقيرا لسنوات، وظل يجرجر يعني نفس الملابس المتسخة، ولكن رغم ذلك كان عشقه الكبير هو القراءة، وظل يفتح الخرائط الجديدة، ويفتح يعني آفاق جديدة في القراءة، وظل شغفه الأساسي هو القراءة. هذه القراءة الكبيرة ستمكنه من نقل تجربة أمريكا اللاتينية وتجربة منطقة الكاريبي على الخصوص، والقرى الصغيرة التي عاش فيها، قرى الموز التي كانت عرفت ازدهارا في 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 مرحلة معينة من تاريخ كولومبيا، وسيكتب عن الواقع السياسي في العالم الثالث، وسيكتب عن أنماط من الشخصية بطريقة سحرية. طبعا جابرييل غارسيا ماركيز يعد بدون منازع وبدون مغالاة من أهم الشخصيات الأدبية في الأدب العالمي وفي القرن العشرين، ولنقل عبر التاريخ. في هذا الكتاب كذلك نجد أنه كتب في مقولة له يقول فيها: الحياة ليس ما يعيشه أحدنا، وإنما ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه. وهنا سيفند جابرييل غارسيا ماركيز ما يذهب إليه الكثير من كتابنا وروائيين، لأن بعض الكتاب والروائيين اليوم يصرحون بأنهم يعتمدون على اللغة، وأن الكاتب مثل الفاخوري أو صانع الأواني الخزفية يصنع منتجاته أو إبداعاته من الطين، والكاتب يصنع رواياته وقصصه من اللغة. إذا كان رأس مال الكاتب هو اللغة فقط، فإنه يظل أجوفا وفارغا، ويظل فقط يلوك عبارات، وإن بدت لنا جميلة فإنها خالية من أي معنى. جابرييل غارسيا ماركيز هنا يلح على ما يعيشه الإنسان وما يتذكره. إذن الكاتب يكتب
أدبه من خلال تجربته الإنسانية. أصدقائي المشاهدين، في النهاية إذا كانت لديكم أسئلة أو أفكار أو قراءات لجابرييل غارسيا ماركيز أو اقتراحات لكي تعم الفائدة، لا تنسوا في النهاية أن تشتركوا على القناة. دامت لكم متعة القراءة، نلتقي في حلقة أخرى. السلام عليكم.